برج الحوت، بداية خلي أقول لك الطاقة العامة اللي أنت بها حاليا. البعض منكم يا برج الحوت المتزوجين، بالأخص أخص بهم المتزوجين، حقكم الطاقة للمتزوجين والعزاب أيضا المنفصلين. الطاقة العامة للمتزوجين أشوف ممكن أنه تكون عندكم بالفترة الحالية فرحة عائلية، ولادة جديدة، أكو تجدد، ممكن يكون مصالحة. أنت بالفترة الحالية بوضع مصالحة على الصعيد العائلي، كانت تمر بمشاكل بالسابق وهسه المشاكل اللي تحسنت. ممكن البعض منكم تكون هذه ورقة انتقال، فممكن يكون برج الحوت أنت أما منتقل لبيت جديد وعندك إصلاحات بالفترة الحالية قاعد تحاول أنه تتممها، لأنه هاي أيضا ورقة انتقال. فبعض منكم ممكن يكون منتقل إلى بيت جديد، أو حتى منتقل إلى محافظة أخرى أو حتى دولة أخرى، وبالفترة الحالية عنده إصلاحات في البيت قاعد يحاول يصلحها. أما البعض الثاني ممكن تكون أنت بالفترة الحالية قاعد تعيش مناسبة عائلية أو خبر عائلي مفرح جايك وده تحتفل بيه بالفترة الحالية، أو أنه أنت نفسك ممكن تكون قاعد تحتفل بخبر يخصك أنت. بالنسبة للناس المرتبطين، أشوف أنه المرتبطين من برج الحوت أكو موضوع زواج شاغلكم بهاي الفترة، قاعد تفكرون بيه هواية. هذا الزواج ممكن يكون من شخص من برج ناري، خاصة إذا كان الشخص برج القوس، لأنه ظهر عندكم بالعاطفة، أو حتى برج الأسد أو الحمل عفوا. ممكن هذا الشيء أنتم منتظرينه صار لكم فترة طويلة ومنتظرين موضوع زواج، والموضوع قاعد يتأجل وقاعد تصير مشاكل بسبب كل ما ينفتح هذا الموضوع. هذا الشخص أشوفه هجومي، وممكن حتى يكون انسحب من حياتكم، أو حتى ممكن يكون بعد بالفترة الحالية هو على مفترق طرق، محتار بينك وبين شخص ثاني إذا كنتوا بعلاقة ثلاثية، أو محتار بينك وبين الأهل إذا كان أكو معارضة، لأنه أشوف أكو طرف ثالث مخرب أو موقف موضوع الزواج بيناتكم بالفترة الحالية. فهذا الشيء متعبك، وأنت دا تحاول أنه تتخذ قرار، أو حتى دا تحس بنوع من التلاعب من ناحية هذا الشخص، وهذا الشيء مأثر على نفسيتك وشاغلك بطاقتك الحالية، كل تفكيرك هو بهذا الموضوع اللي موجود. اما البعض الثاني من عندكم، اشوف انه انتم ممكن تكونون بالفترة الحالية داخل، بالنسبة للعزاب اكو شخص داخل بحياتكم او بادين بداية جديدة، او حتى انه انتم تكونون ممكن دا تمرون بمرحلة استشفاء، لانه ايضا هاي ورقة ستار هي تعني ورقة الشفاء من بعد ازمات صدمات مريتوا بها بحياتكم، ازمة انفصال طلاق، ازمة وفاة، ازمة صحية، ايا كان الازمة اللي مرت بالسابق. اشوف عندكم استشفاء بالفترة الحالية، انتم بفترة شفاء، عندكم مثل ما نقول يعني بديت عندكم انتم بمرحلة تجدد، اكو تجدد قاعد يصير بحياتكم. ممكن انتم اتخذتوا قرار انه انتم تجددون حياتكم بسبب اوضاع كنتم بالسابق مراضين عنها، تحسون اكو نقص. البعض منكم ممكن يكون اكو بشارة عمل جديد، الناس اللي ما عندهم عمل من بعد فترة مريت بيها باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي، وهسه اكو تعويض الك. المهم اشوف اكو عوض الك، اكو البعض منكم بداية جديدة او حب جديد بادي هسه بالفترة الحالية ومشغول باله بيه، وده يفكر باستقرار، ده يفكر بزواج. ان شاء الله نشوف هسه يعني طاقة مفصلة تكون اكثر بالاوضاع العاطفية. اما بالنسبة للصعيد العام، عندك تحقيق أمنية بهاي السنة يا برج الحوت، أمنية صار لك فترة طويلة أنت منتظر أنه هي تتحقق. عندك تقدم على الصعيد العملي، طبعا أشوف من بعد ركود بالأوضاع المادية أو حتى الأوضاع العملية اللي موجودة عندك، أكو تقدم، أكو خطوة راح تتخذها. أكو عندك تقدم على الصعيد المالي، أكو عندك نوع من حب المغامرة. أكو البعض من عندكم ممكن يكون صار لفترة تارك العمل، او حتى اكو وعود هواية بالعمل، امورك كانت متعلقة متوقفة. ممكن شخص اكو كان واعدك بعمل، ولكن هذا الشخص اكتشفت من بعد فترة من الانتظار والامل اللي كان مأملك به هذا الشخص، ولكن هذا الشخص طلع هو مجرد شخص ثرثار، يتكلم بدون فائدة ويتكلم بدون عمل، شخص كثير الكلام. اشوفه متعبك على الصعيد العملي قاعد يأثر عليك، او حتى ممكن تكون انت متعب بالعمل بداية السنة راح تكون، خاصة اول 4 اشهر. شوف انه اكو شخص راح ينقل كلام عنك، شخص ثرثار، ينقل اشاعات، ينقل كذب، ممكن حتى يحرض عليك بالعمل. هذا شخص مو واضح ومو صريح، راح يتعبك، يأثر عليك شوية بالعمل اول 4 اشهر من السنة. بس انت قاعد اشوف انه انت كنت ممكن ماخذ ريست، ماخذ استراحة، وهسه بلشت، راح تبلش بهاي السنة ان شاء الله
او حتى اذا كنت ماخذ اجازه او انفصلت عن عمل، فاشوف راح تبدا خلال هاي ال4 اشهر الاولى انه تطلع من حاله الركود المادي، الركود اللي صاير حتى بالعمل، الروتين الممل تتغير، اكو تغيير، اكو حظ من جانبك راح يصير من بعد فتره، من بعد اشخاص كانوا دائما يكذبون عليك انه احنا راح نلقى لك شغل، احنا راح مثلا اذا عندك ترقيه او شيء نسهل لك معامله، نسهل لك امر. هم الاشخاص هذولي اشوف عندهم كذب، كان متلاعبين، وعودهم فارغه بس كلام، ولكن الحظ من جانبك، اكو مساعده الهيه، اكو ايد راح تلمد لك وراح تخلي امورك تتحسن كلها خاصه الماديه وتتغير للاحسن. اشوف انه عندك تقدم بهاي السنه، عندك أمور هواية راح تتحسن، ولكن شوي وجود بعض المشاكل يعني على الصعيد العاطفي، أشوف حتى على الصعيد الأسري، بس الأمور تتحسن كلها بصورة عامة إن شاء الله. قلت لكم على الصعيد العملي الأمور تمشي، من بعد توقف صار لفترة، ممكن صار لها 4 أشهر هاي الأمور متوقفة، أشوف الأمور راح تمشي، راح تبدأ تبلش بداية جديدة بعمل جديد، ووضعك المالي راح يتحسن، عندك تحقيق أمنية بصورة عامة بهاي السنة، عندك تجدد، عندك طاقة استشفاء من أزمات هواية مريت بها بالماضي. بالفترة الحالية قاعد أشوفك منطلق، دا تحاول تجدد حياتك، تجدد أمورك، حتى تغير مكان عملك، عندك انتقال، ممكن البعض منكم يكون قاعد يفكر بفكرة انتقال يعني بباله، أشوف الانتقال راح يصير، والانتقال راح يكون من صالحك، وراح تستقر بالمكان اللي راح تنتقل إليه. على الصعيد الصحي أشوف عندك إهمال كبير يخص الصحة، أمورك الصحية شوية صار لك فترة، احتمال صار لكم البعض منكم صار لسنة يعاني من مشاكل صحية، ولكن ما قاعد يحل هذا الأمر، ما قاعد يهتم بيه، ما قاعد يدارك أخطار الموقف، قاعد يهمل صحته. لازم تركز على صحتك بصورة عامة هاي السنة، لأنه أشوف عندك مشاكل صحية راح تعاني منها من بداية السنة، أو حتى كنت تعاني منها، أشوف مشكلة صار لها سنة عندك أنت ما قاعد تشوف لها حل، راح تتفاقم. خاصة لبعض النساء أشوف موضوع إنجاب متأخر عليك، ممكن يكون بسبب موضوع تابعة أو موضوع عمل كان عندك بالسابق، شخص من العائلة، شخص مقرب منك ممكن مسوي لك عمل وهذا الشيء مأخر الإنجاب عندك، فلازم تشتغلين على التحصين، وإذا عندك تابعة أو حتى عمل لازم تتخلصين منه دائما. أذكار مثل ما أوصيكم دائما، الأذكار، التحصين، الحسد، السحر، حاولوا تحصنون نفسكم. على الصعيد العائلي أشوف أكو مشاكل عائلية أنت قاعد تمر بيها، عندك نوع من الغضب بالفترة الحالية، عندك تعصب، يعني عندك نوع من الهجومية صاير، ممكن حتى طبعا هاي الطاقة هم تخص المتزوجين، أشوف أكو مشاكل بيناتكم هواية، ممكن البعض منكم يكون بينهم طرف ثالث وهو يعرف بيه، أو طبعا الطرف الثالث اللي مو شرط يكون علاقة، إذا ما كان علاقة فالطرف الثالث ممكن يكون شخص من عائلتك أو من عائلة الشريك اللي أنت تتعامل وياه، دائما يتدخل بحياتكم ويحاول يخربها أو هو سبب المشاكل اللي موجودة. فأشوف إنه هذا الطرف الثالث مسبب لكم مشاكل هواية. على الصعيد العائلي أشوف عندك نوع من النزعة الغضب شوية، عندك تفكير سلبي هواية، مشاكل ممكن خفيفة يعني ما مو مشكلة كبيرة بينك وبين العائلة، خلافات تصير ولكن الأمور تنحال. بالنسبة للناس اللي متزوجين وهم يعرفون إنه أكو علاقة ثلاثية عند شريكهم، أشوف إنه أنت أحلامك وطموحاتك بهاي الفترة يعني أنت عندك أمنية، أو مثل يعني تحاول إنه تطلع الطرف الثالث اللي موجود بالعلاقة بينك وبين الشريك، وراح يطلع هذا الطرف الثالث خلال أول 3 أشهر من السنة من بيناتكم، وراح يرجع الاستقرار إذا كنتوا يعني أنتم منفصلين أو حتى بينكم مشاكل بسبب وجود طرف ثالث بيناتكم. فأشوف إنه هذا الشخص أو خلال أول 3 أشهر أو صار 3 أشهر هو طالع من العلاقة، والعلاقة بينكم أشوف بها راح يرجع استقرار من بعد مشاكل، من بعد تعب، التوازن راح يرجع للعلاقة والبيت راح يستقر. هاي بالنسبة للمتزوجين يعني هاي كمشاكل عائلية. أما بالنسبة للمرتبطين مثل ما قلت لكم أشوف البعض من عندكم سيناريو طرف ثالث المرتبطين، ممكن أكو شخص من أهل الشريك أو حتى من أهلك أنت معارض العلاقة بيناتكم، دائما بيناتكم صد ورد، قاعد أشوف أكو يعني طاقتكم صايرة خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج القوس، فدا أشوف هواية صارت مشاكل بيناتكم بالفترة السابقة، هذا الشخص عليه هواية ضغوطات، عليه هواية هجوم، أكو هواية ناس قاعد تحاول إنه أكو مشاكل عائلية عند هذا الشخص إذا كان برج ناري، برج القوس بالأخص أو برج الأسد.
أو برج الحمل، بس برج القوس طالع يمي واضح. هذا الشخص أشوف عنده مشاكل عائلية هواية، إذا ما كنت أنت صاحب هاي المشاكل وهو منشغل بها بالفترة الحالية. أكو موضوع الزواج بيناتكم قاعد أشوفه دائما قاعد تصير بيه تأجيل، دائما يصير بيه خلافات، دائما يصير مشاكل، ولكن الزواج موجود من بعد تأخير وتأجيلات. محتاجة كل اللي أنت محتاجه أنه أنت تصبر على هذا الشخص، وتحاول أنه مثل ما قلت توقف بجانبه، لا تضغط عليه، لأنه أشوف عنده طاقة هجوم قوية صايرة، طاقة عصبية. هاي بالنسبة للناس اللي مرتبطين، وأكو طرف من العائلة بينهم يعني مخالف موضوع الارتباط، أو حتى الشخص اللي يتعاملون وياه عنده مشاكل عائلية. هاي العلاقات الثابتة المرتبطين صار لهم فترة طويلة وأمورهم تمام. فأصبر على هذا الشخص، وبالأخير راح تنسعدون. أشوف من أنا لحد نهاية السنة إن شاء الله أكو لكم زواج، أكو لكم بيت واستقرار، راح يكون من بعد مشاكل هواية مريتوا بيها بالسابق، من بعد مخالفات ومعارضات هواية من الأهل. بالنسبة للناس اللي منفصلين، أو حتى العلاقات المتزعزعة، راح أسوي لكم إياها خاصة بعد العلاقات المرتبطين الثابتة والعلاقات المتزعزعة، العلاقات الغير حقيقية. البعض من عندكم أشوف من المنفصلين، طبعا أشوف عندكم صاير انفصال بسبب موضوع طرف ثالث. الطرف الثالث اللي بيناتكم أشوفه شخص متسلط متلاعب، عنده مكر عنده حيلة، أو حتى الشريك ممكن تكون اكتشفت هنا طاقة ماتة هوائية. هذا الشريك أشوف أنه هذا الشريك عنده تلاعب، عنده مكر خداع، ممكن تكون كشفت طرف ثالث عنه، وممكن يكون جرحك بالكلام أو فرض عليك شروط مستحيلة حتى يستمر وياك بالعلاقة. أنت بالفترة الحالية غير متوازن، العطاء بينكم غير متكافئ بالعلاقة. هذا الشخص عنده نوع من الأنانية، يفكر بنفسه بس، عندك مخاوف. أنت هذا تشمل العازبين اللي منفصلين صار لهم فترة أيضا. أشوف عندك مخاوف أنه أنت تبدي علاقة جديدة، أو حتى تخلي شخص جديد يدخل بحياتك بهاي الفترة. ما عندك ثقة، انت غير مستعد انه تفتح قلبك بهاي الفترة الجديدة، انت غير قادر على انه تدخل بعلاقة جديدة بالفترة الحالية. انت ممكن تكون محتاج تاخذ فترة تستشفي بها من الازمة اللي صارت بيك بالسابق، او العلاقة الفاشلة اللي مريت بيها، وكان بيها خيانة وبيها انفصال مؤلم صار. يعني اكو انفصال يكون حضاري، واكو انفصال يكون مؤلم، اللي هو يكون بيه خيانة، بيه كذب، بيه خداع، بيه شخص يطعنك بظهرك، ممكن يطعنك بالكلام حتى. لانه اشوف هذا الشخص يعني مو من النوع اللي يهتم بمشاعر الناس، يهتوى شخص متسلط وسيء السلطة، وايضا كلامه جارح، كلامه مو حقيقي، وافكاره حتى افكاره تكون افكار حدية، انه هو يفكر بنفسه اناني، وما يريد الخير لأحد، هو يريد الخير بس لنفسه، ما يهتم لمشاعرك، ما يهتم للأشياء اللي أنت تهتم بها، أو حتى الأشياء اللي أنت تريدها. فالمنفصلين والعزاب أشوف أنه هذا الشخص متعبكم هواية، اللي كان بالماضي موجود. ممكن البعض منكم صار له 3 أشهر منفصل، أو من شهر الثالث، وبالفترة الحالية راح يرجع يظهر بحياتك، بس راح يقول كلام كذب. فأنت اقطع من هسه، اقطع علاقتك بهذا الشخص وابتعد عنه، وخليك منفتح، افتح قلبك للعلاقات الجديدة، الناس الجديدين اللي يحاولون انه يدخلون بحياتك بهاي الفترة. ان شاء الله اشوفهم راح يكونون من صالحك، خاصة اذا كانت الطاقة مائية. فانت قلت لك عندك نوع من، يعني اشوف المنفصلين انه عندك نوع بالفترة الحالية من طاقة العناد، الهجوم، المخاوف. انت مريت بهواية ازمات، هواية انجرحت من الشخص اللي كنت منفصل عنه بالماضي. هذا الشخص تعبك هواية، انت بالفترة الحالية ما خلي حاجز بينك وبين الناس، بينك وبين العلاقات، بينك وبين العاطفة. خاصة هسه راح احكي على الناس المنفصلين صار لهم فترة طويلة، والمطلقين يعني بالاخص. فاشوف عندك طاقة الدفاع، الحماية، يعني تريد تحمي نفسك، تحاول تحمي مشاعرك، تحمي نفسك من الناس اللي يدخلون بحياتك ويجرحوك. عندك مخاوف وقلق. بالنسبة للرجوع للناس المطلقين، أشوف من بعد فترة كانت الأمور بيناتكم معلقة، من بعد فترة كنت غير قادر على اتخاذ القرار. ممكن أنت أو الشريك كان محتار بين قرارين، كنتوا واصلين المفترق طرق، الأمور بيناتكم معلقة. أكو شخص منكم ممكن يكون تخلى عن العلاقة وطلع من العلاقة، راح شاف طريقة حسب ما أنت كنت تفكر، ولكن العودة موجودة. من بعد فترة قلت لك المراوحة المكان، ما كان قادر يتخذ قرار، والأمر بينكم معلق صار لفترة طويلة. قاعد أشوف انتم منفصلين جديد، الرجوع بيناتكم موجود،
وحقكم راح يرجع من هذا الشخص، هذا الشخص حقكم راح يرجع من عنده، الرجوع بينكم موجود، خاصة الناس اللي بيناتكم طفل، راح يكون الطفل عذر، هذا شخص أشوفه شوية عنده كبرياء، فما راح يرجع لك بصورة مباشرة ويقول لك أنا أريد أرجع، إذا كان بيناتكم طفل فراح يرجع عن طريق هذا الطفل، أو بعذر انه هذا الطفل محتاجك، خلي الطفل اللي بيناتنا يتربى بيننا اثنين، لانه شوف عنده نوع من الكبرياء، الرجوع بينكم راح يكون مفاجئ جدا، اكو تجدد للحب، العلاقة بينكم راح تتجدد وتستقر، الطرف الثالث اللي كان موجود بينكم اشوفه طالع من العلاقة، فالرجوع بالنسبة للمطلقين اشوف موجود اذا كنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الميزان، برج الجوزاء. طبعا هاي القراءة ما تشمل القراءة اللي قلتها بالبداية، ممكن تنطبق منها لبعض منكم، بس هاي خاصة للمطلقين فقط اللي ناوين يردون رجوع، فالرجوع موجود، التجدد بالحب موجود، اشوف اكو شخص راح يحاول انه يصلح بيناتكم، وهذا الرجوع راح يكون مفاجئ لك، وبطريقة غير مباشرة راح يجي هذا الشخص يقول لك على موضوع الرجوع، ما راح يجيك يقول لك يلا تعال نرجع واعتذر، لا راح يدخلك بصورة غير مباشرة، انت راح تتفاجئ لان بعض منكم فاقد الامل، انت اساسا ممكن تكون تخليت عن هاي العلاقة مثل ما قلت لك، انت تخليت وقررت انه تبدأ حياة جديدة ممكن بعيدة عن هذا الشخص، ولكن هذا الشخص اشوفه راجع، والكارما راح تكون وياك، وحقك راح تاخذه من هذا الشخص ثالث ومثلث مثل ما نقول، من بعد متاعب مريت بيها وياه، من بعد خيانة ممكن تكون حتى مريت بيها، اشوفه نادم وراح يرجع وراح يحاول انه يصالحك، يصير عنده نوع من النضج العاطفي بينك وبين البعض منكم، اشوف التواصل بيناتكم جدا جدا عالي، يعني اكو تواصل روحاني كان بينكم عالي اكثر من التواصل اللي بالحقيقة يعني ككلام، فهذا الشخص راجع ان شاء الله، والله يهدي سركم ويصلح الحال. بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهك، انه انت راح تمر بأزمات بهاي السنة يا برج الحوت، ولكن كل اللي اطلبه من عندك انه انت تكون قوي، تكون قادر على الغفران، قادر على مسامحة الأشخاص اللي أذوك بحياتك حتى تعدي الأزمات، ممكن تكون أنت مار بأزمة أساسا وهاي الأزمة بعدها لحد من الماضي قاعد تفكر بها، التحدي اللي قدامك إنه أنت تخلي حد للماضي وتترك الماضي ورا ظهرك، تباوع على الفرص اللي موجودة قدامك، البعض منكم من قد ما مركز بالماضي وبالخسارة اللي مر بيها بالفقدان بخيبة الأمل، شوفوا إنه ما قاعد يشوف الفرص الجديدة اللي قاعد تجي قدامه بالفترة الحالية، اكو فرص هواية عندك انت منطيها ظهرك ومطلع بس على الماضي، ابدأ حياتك من جديد، التحدي اللي قدامك انه انت ما تخلي شيء يوقفك بهاي السنة كلها، سواء كان ازمة من الماضي او حتى ازمة راح تتجدد، ممكن سيناريو اللي قلته بخصوص بعض الناس اللي علاقتهم متزعزعة يكون بعده مصاير وفراح يصير، فانت لازم انه تكون قوي هذا التحدي اللي قدامك، لانه اساسا نقاط ضعفك انه انت ما قادر، ما تقدر تسيطر على مشاعرك، انت غير قادر على انه انت تسيطر على مشاعرك بهاي الفترة، فنقاط ضعفك انه انت تتحكم بمشاعرك، تكون صلب، تكون قوي، تاخذ طاقة برج الاسد اللي موجودة هنا، الورقة طلعت لك مقلوبة ما طلعت عدلة، فانت نقاط ضعفك انه انت فاقد قوتك، فاقد عزمك، فاقد الارادة، الازمة هاي اللي مريت بيها او حتى راح تمر بيها راح تأثر عليك هواية وحتسبب لك نقطة ضعف، انه انت دائما تطلع تباوع للماضي ما تباوع للامام، شنو الاشياء الجديدة اللي حتصير بحياتك، تفائل وفكر بإيجابية، كون قوي وانت قادر على انه تتخطى اي ازمة ممكن تمر بحياتك، طبعا ده حسب ما اتذكر برج الحوت انتو اساسا بشهر 12 كانت اموركم ايضا متعبة، واني كان الفيديو قلت لكم هذا الوقت سيمضي، هذا الموضوع يعني الوقت صدق راح يمضي والامور راح تتحسن. بالنسبه لنقاط قوتك اشوف انه انت عندك هوايه فرص، لانه قلت لك هي نقاط الضعف، نقاط القوه، التحديات، انا قاعد اشوف الاوراق اساسا انه هي الاوراق مرتبطه ببعضها يعني كقراءه واحده، يعني هسه اذا نريد نقراها الاوراق ثلاثتهم هيك اخليهم واقراهم هي قراءه موحده، انت نقاط القوه اللي عندك هي نفس التحديات اللي موجوده، انه انت قاعد تباوع على الماضي ومنطي ظهرك الفرص جديده، نقاط القوة انه انت اولا انت عندك طموحات، عندك احلام هواية، عندك ممكن تكون حتى اقول عندك تواصل عالي ويا الناس، الناس تحبك، عندك هواية فرص جديدة تجيك وراح تجيك فرص، راح تكون اكو فرص هواية امامك، نقاط القوة اللي عندك انه انت تعرف تختار، تباوع للامام، تنطي ظهرك،
للماضي، الفرص اللي موجودة عندك هنا اللي أنت منطيها ظهرك وبس مركز على الخسارات اللي مريت بيها بالماضي. ممكن يكون البعض من عندكم مر بثلاث خسارات واحدة ورا الثانية، وهذا الشيء يعني خلاه ينهد، خلى حيله ينهد، خلى أموره يعني، أو أنت حتى ممكن بحياتك مار بثلاث خسارات وهي السبب انه استمرت وياك لحد الان، انت ما قاعد تقدر تتخطى هاي الازمات اللي مريت بيها، او حتى فشل ممكن بعلاقات او بعمل، ثلاث اعمال انت دخلت بيها وفشلت. فاشوف انه الفرص الجديدة موجودة، انت القوة لازم تكون عندك، لازم تقضي على هاي الورقة اللي اجتك مقلوبة، لازم تصير عدلة وتصير قوي، تروض الناس، تروض هذه المرأة، تروض الاسد قاعدة. فأنت قوي، لازم تستعيد قوتك وتباوع على الفرص اللي موجودة عندك وتختار من عندها، واترك الماضي ورا ظهرك، وحاول انه تفكر بإيجابية، وحاول انه تفكر باكر شنو اللي راح يصير. انت راح تتخذ هاي الخطوة اساسا، يعني هاي الطاقة اشوفها مال الحزن والخسارة بس اول 3 اشهر من السنة، وبعدها راح تعدي، راح تبدي تنطلق شوي شوي ان شاء الله. فكل التوفيق لكم برج الحوت، إن شاء الله التوقعات الإيجابية كلها تتحقق، وأريدكم أقوى، أريدكم تستعيدون قوتكم، تستعيدون صحتكم حتى، لأنه صحتكم همينة أشوف بيها مشاكل ومقاعد، عندكم كسل، كسل برج الحوت كافي كسل، انطلق، خلي هاي السنة تكون بداية جديدة إلك، بداية حلوة، بداية شغل جديد، بداية حتى على الصعيد العاطفي، مصالحات إذا كنت مشاكل عائلية عندك، إذا كنت ضعيف حاول تقوي نفسك، تستشفي، انت عندك هواية اوراق شفاء، فلازم تستشفي من هاي الازمة اللي مريت بها بالسابق، والصدمة اللي عشت بها ما راح تتكرر ان شاء الله. كل التوفيق لكم برج الحوت.